على المستوى العالمي هنالك هجمات إلكترونية على الساحة السيبرانية والمعلوماتية تهدف إلى سرقة المعلومات والبيانات والسيطرة على الأنظمة. سلطنة عمان جزء من هذا العالم التي تتعرض إلى هجمات إلكترونية بشكل يومي، ولكن قوة الدفاع الإلكتروني والقوى البشرية الوطنية تتصدى لهذه الهجمات وتسد هذه الثغرات، الأمر الذي جعل سلطنة عمان لتنضم إلى قائمة الدول الأكثر جاهزية في الأمن السيبراني. وحصلت سلطنة عمان على 97 نقطة في المؤشر العالمي للأمن السيبراني. مهما اختلفت طريقة الهجمات السيبرانية فسبيلها إلى سلطنة عمان مسدود بحكم الكفاءة البشرية والأجهزة المتطورة وطرق التعامل معها. فالمؤشر العالمي للأمن السيبراني أثبت ذلك وضم سلطنة عمان إلى القائمة الأولى عالميا للدول الأكثر جاهزية في الأمن السيبراني ضمن نسخة عام 2024، مستندة إلى 5 معايير. وقد حصلت سلطنة عمان على النقاط كاملة في معيار التعاون الدولي والتنظيم المؤسسي بواقع 20 نقطة لكل منهم، وحققت أكثر من 19 نقطة في المعيار القانوني، وأكثر من 18 نقطة في المعيار التقني، وأكثر من 19 نقطة في معيار بناء القدرات. يعمل المركز الوطني للسلامة المعلوماتية على توفير العديد من الخدمات، منها تأمين الشبكة الحكومية الموحدة وإدارة الأجهزة الأمنية للشبكات والنظم طبعا، ومن خلالها يتم العمل على تأمين التبادل الآمن للبيانات بين المؤسسات الحكومية والخدمات المركزية. يعمل المركز أيضا على مراقبة الشبكة الحكومية والتصدي للهجمات والحوادث السيبرانية، وأيضا يعمل على توظيف التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي للتعامل مع التهديدات السيبرانية بصورة أو بصفة استباقية. وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أولت اهتماما بالغا بجانب المؤشرات والمعايير العالمية في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات بشكل عام وجانب الأمن السيبراني بشكل خاص، حيث إن البرنامج التنفيذي لصناعة الأمن السيبراني حداثة هو أحد البرامج التنفيذية للبرامج الوطنية للاقتصاد الرقمي، اشتمل على مجموعة من الأهداف كان من أهمها أن تكون سلطنة عمان ضمن قائمة الدول الأكثر جاهزية في مجال الأمن السيبراني. انطلاقا من دور المركز الوطني للسلامة المعلوماتية في تعزيز وإيجاد صناعة متخصصة في مجال الأمن السيبراني تساهم في تعزيز وتنويع النمو الاقتصادي، هذا فقد عمل المركز على تفعيل عدد من المبادرات والأنشطة اللي بدورها تساهم بشكل كبير في رفع مساهمة الأمن السيبراني في الناتج المحلي الإجمالي. أعلن المركز عن جائزة حداثة للأمن السيبراني اللي من خلالها نسعى إلى تعزيز مخرجات برنامج حداثة، وأيضا الاحتفاء وتكريم وتقدير الجهود المبذولة على المستويات الوطنية والدولية. أيضا جاء ترتيب سلطنة عمان ضمن الفئة الأولى في هذا المؤشر توافقا مع الأهداف الموضوعة، حيث يقيس هذا المؤشر جاهزية الدول ضمن عدة محاور ومعايير ليس على صعيد الحماية فحسب، وإنما يتعدى ذلك ليشمل الجوانب التي تعزز الفرص الاقتصادية والاستثمارية في سلطنة عمان، إذ تعد صناعة الأمن السيبراني عصبا رئيسا في دفع منظومة الاقتصاد الرقمي الوطني ومبادرات التحول الرقمي. يوسف بن سعيد الرواحي، مسقط.